يا ست دعاء، سلام عليكم. السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ سلمك الله من كل سوء. ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب. الله يسترك، ولكن مثله هو زيادة، ورضي الله عنك. تفضلي. الله يكرمك. انا بس اول حاجه كنت عايزه حضرتك تدعي لخالتي، يعني توفاها الله الشهر اللي عدى. حاضر. هي ما لهاش اولاد ولا حاجه يعني. طيب حاضر. المشكله الثانيه بقى، انا عندي اخويا كان متزوج قبل كده، فالزوجه الاولى طلعت يعني بنت دلوعه، عايزه فسح وخروج ومش عارفه ايه، تمام. وفي يوم انا سابت البيت ومشيت طيب. من هنا لهنا، لانها طبعا طالبه طلاق وكده، ورمت لنا بيت بنتها عمر سنه ونص. طيب. تمام، احنا شايلينها دلوقتي بقالنا 5 سنين، ما طلبتش حتى تشوفها. تمام. هو بقاله سنه تزوج واحده تانية، طيب. وافقت على كل شروطنا والبنت في عينيها ومش عارفه ايه. يعني الغلطة اللي غلطناها في الموضوع دوت يمكن ان احنا ما سألناش عليها كويس. والنقطة التانية يعني اللي بنبه الناس كلها تاخد بالها منها، ان هي ان هو مضى على القايمة من غير ما يتأنى ويقراها كويس. ده الأولى ولا التانية؟ التانية التانية اللي ما سألتوش عليها كويس؟ يعني كان كله بيشكر فيها وخلاص، بس يعني طيب اللي حصل بقى الحمد طيب لله. طيب طيب القايمة يعني اضرب قيمتها في 300,000 في 2 و3، يعني كل حاجة مضاعفات يعني. طيب ماشي. اول ما الست دي حملت البنت طبعا رفضتها وقالت لنا انا مش عايزاها، وهي انا يا هي في البيت، ومشيت برضو وطلقها. ما فيش حد كبير من عيلتها بيتدخل، والدتها هي رقم واحد في البيت. خالها 3 شهور يعني بنتحايل عليه اصلا عشان نتكلم معاه، كله كلامه افتراء وبهتان، ايه وتيجي السؤال؟ تقول اصلا تفتح بقك معاه كل حاجه يرميها علينا. يعني طب ايه السؤال؟ احنا الست دي وبنتها مرمطين والدي بمعنى الكلمة في المحاكم دلوقتي، وتسليم القايمة مش عايزة استلم، وعايزة كل حاجة فلوس بأرقام بقى كبيرة، ومش عايزة تسيبنا في حالنا من الآخر. ويعني شخصية عدائية وانتقامية، يعني أنا مش عارفة الموضوع هيخلص على ايه الصراحة. يعني احنا كل يوم كده ورق جديد ومحاكم وقرف، يعني مش عايز اقول لحضرتك. طيب. نجيب محامي شمال برضو، تجيب 3، مش عارفة هي بس وظيفته كويسة، عايزة تاخد اللي قدامه واللي وراه من الآخر وتدمر حياته يعني. فاحنا مش عارفين نتعامل معاها، والقضاء طبعا بنسبة كبيرة في صف المرأة يعني. طيب. فأنا معلش إن كنت طولت على حضرتك ده يعني، على بس راسي. أنا مش عارفة أتصرف بجد، ومفيش حد بيساعد بصراحة. طيب، ايه سؤالك؟ قول لي نتعامل معاها إزاي يعني، طيب حاضر. المحاكم فعلا مش جايبة سكة معاها. طيب حاضر حاضر. يا أم محمود. يا أم محمود، السلام عليكم. أم محمد من أم محمد، المنوفية. يا ست أم محمد، السلام عليكم. تفضلي، السلام معذرة. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا أمي، تفضلي. بقول لحضرتك إيه، أنا الحمد لله الحمد لله ست مسنة. نعم. لا اسمعيني من التليفون، بلاش تلفزيون، والنبي الله يرضيك. حاضر. أنا يلا. التلفزيون موطياه. طيب. حضرتك أنا ست مسنة فوق طيب. 60. الله يديك العمر والصحة. الله يخليك. وبعدين أنا الحمد لله الحمد لله بقوم قبل الفجر بساعة، بصلي وبعدين استنى الفجر واصلي. تمام. بس في العشاء بقى انا بصلي العشاء 4 و2 سنة، وبصلي اتنين اللي هو اتنين وواحدة اللي بيقولوا شفع ووتر، او التلاتة اللي هم يعني ماشي. بصلي اتنين وواحدة. ماشي. وبعدين انا بكمل بقى لما بصحى قبل الفجر بساعة، كويس. بكمل 8 ركعات. طيب ايه المشكلة؟ ده قيام ليل. طيب حاضر حاضر. وبعدين بستنى الفجر. في سؤال تاني معلش، حاضر انا حاضر. يعني في واحده جت طلبت مني مساعده، فانا ما كانش معايا، فقلت لبنتي اديها وانا هديك الفلوس، فبنتي ادتها، فاستنت يومين وجت تاني فبتقولي، فانا قلت لها ده بنتي ادتك يعني. انا حسيت ان انا بمن عليها، او ان انا زهقانه انها جت تاني. ده انا زعلانه عشان انا عملت كده، طيب. بس انا اديتها برضو. طيب. بس انا ساعتها قلت لها مش بنتي ادت لك، طيب. فانا سعيد، انا زعلانه ان انا عملت كده. طيب. هل انا ده من طيب. مني؟ طيب ربنا يرضيك، ربنا يرضيك. ماشي. طيب. في عجاله. أختنا دعاء، صح كده؟ دعاء. رحم الله خالتك رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناتي، وألهمك الصبر على فراقها، وعوضها خيرا عما لاقت في دنياها من عدم وجود السند والولد، اللهم أمين. الأمر الثاني، الزوجة الأولى، أنا طبعا مش هعلق على أي خلافات خالص سامحوني، ولكن أنا هعلق على كلمات كده اترمت في النص علشان نفهم ديننا.
مش معنى ان الزوجه تطلب فسح وخروجات ان هي تبقى بنت دلوعه خالص، انما امرنا الاسلام ان نروح عن انفسنا، والانسان مطلوب منه يكسر الروتين، والانسان حتى في العباده مش مطلوب منه يمشي على روتين والا يصاب بالفتور والملل حتى في العباده. يبقى احنا مفيش مانع من الترويح، مفيش مانع من ان احنا نخرج، مفيش مانع من ان احنا نروح ونيجي ان سمحت الظروف، ويكون ده بضوابط وما يكونش خارج عن المألوف. خلاص كده. طيب نروح للزوجة التانية. الزوجة التانية حضرتك قلت ما قلتي، وبعدين انا من وجهة نظري لا سبيل الا القضاء.